يا هلا وغلا بيكو. شمت هوانا اليوم راح تكون متأخرة شوي. حابين تعرف وين شمت هوانا؟ خليكم معنا. الله عليك الله يا قطع من الجنة، قولوا يا ما شاء الله يا محلى أردننا. الله عليك الله. من صقر واحد وصقر اثنين، هل تسمعني يا جم؟ يا صقر دوامات لهم جو حضور صفة وحصة، الجو جو طلع وناسة وكشتات حتى لو. اليوم شمت هوانا بجنوب المملكة الأردنية الهاشمية. اليوم مرافقين شباب نشامة كرمين طيبين الأخلاق. تفضل خل اقضب اقضب. لهم جو حضور صفة وحصة، الجو جو طلع وناسة وكشتات حتى لو الراتب بيطيح نصة. وصلنا بخير وسلامة لهالمكان الهادي والجميل واللي تقدر بيه تريح راسك، وبلش الشباب كل مجموعة تجهز مكان للمبيت. عليك الوسع الدق الصدر والراس لجلك يا قصة، الجو ما هو جو بيوت ودوامات لهم جو حضور صفة وحصة، الجو جو طلع وناسة وكشتة. وكل شخص التهى بخيمته بيطيح نصة سج القدام وابعد عنه. إذا حدا سأل مين يتعربش يركب الكهرباء، طبعا أنا أول المتطوعين. من هو ليا وطبعا التعاون موجود بين الجميع. ايوه هي خلص امورها تمام. وبلشنا نجهز الاضويه للتعليله والرقصه. نتصورها عشان عدي الحياري طلع لنا التقرير. سجل قدام وابعد عن الصعيدات والجيب يم خويك القر منصه. من هو ليا ضاقت عليك الوسع. شو لك تصاوب يا هذا الفنجان؟ تبل تبل. كيف لا؟ الجو ما هو جو بيوت ودوامات لهم جو حضور صفة وحصة، الجو جو طلع وناسة وكشتات حتى لو. وبس تقول مقطوطة أو صاجية تلاقي الحشم أبو يمان. على الصعيدات والجيب يم خويك القر منصة. إذا إجا وقت القصيد تلاقي بني عباد قدامك. الحوس معمور وثل الماضي جددنا في هول الحالي جددنا في هول الحالي. هم طيبة والله من نفس. التسمع قف شديته باسم الرحمن ابتديته باسم الرحمن ابتديته. زي هيك طلعات تلاقي الشباب كل واحد ينسجم مع الاشي اللي بفضله.
وجا موعد النوم عشان بكرة عندنا صحوة بكير لتجهيز الفطور. شايف الشباب صحيح من الصبح قاعدين صاوا فطور. شو اليوم؟ شو اليوم صفرتنا؟ احنا بالعاده كل يوم الصبح نطلع، بس نطلع مشوار صي زي هيك، في شباب بتكفلوا، ناس بتكون تعبانه بالليل امبارح. أيوة. هل كان عرفت عليك؟ نقوموا هالنشامة اللي بسوي له هاي قلايه بندوره. قلايه بندوره عبود دنديس حبيبنا واخونا، يسعد الصباح. وابو القواس ما هناك مستلم صاله البطاطا. هنا حازم هاي في فول صحن متبل، والخلايل هذول بلشوا بالفول وبالطعمية. وزي شوفت عينكم، احلى من هيك اوضاع واحلى من هيك اجواء ما في. ادخل من اللي بساوي شاي، اللي بساوي قهوه، اللي هذا شكرت اخويا الواحد عرفت متبل. ذوق المتبلات، شوف هن زاكيات ولا مين أزكى، شغل الدار ولا شغل الصيد؟ لا صيد. ذوق ذوق بالله حمودة، ذوق ال شو اسمه؟ فول. وهي برضو حاطين لك مقبلات كمان حلاوة عشان المعدة، عرفت عليك. وهي خيار، وهي النشامة ما شاء الله عليهم. شوارب. كل واحد عارف شو شغلته. هنجيب لك بس واحدة أبو يوسف عشان ما تقول نسيني. ها ما تخلصها انت، انت لا لك 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 بدك يسلم بالعافيه. ايه جخه والله مرتب. نور الصباح العذب لا قال السلام، العذر منكم لا يجالسني جلي. نور الصباح العذب لا العذر منكم لا يجالسني جلي، مشاعري ما بين راحة وانسجام، مثل انسجام الناس مع صوت السدس. أبو نشمي دينامو الطلعة حبيبي، شو اللي بيميز الطلعات هذه عن غيرها؟ دائما طلعات الصيد والصياد يكون فيها روح المغامرة وروح الاستكشاف، والصياد بطبيعته عنده طولة بال، يعني بتكون مميزة عن رحلات الكامبينغ، عن رحلات أي شيء ثاني. الحلو فيها أنك بتتعلم منه أشياء تقدر تساعدك في الطبيعة، يعني تقدر منه ولا إشي تعمل إشي، تركن على حالك. نقول تركن على حالك أكثر، تعلم الطبخ، تعلم الجلي، أكيد الصبر، تتحمل أغراضك. مثلاً في ناس بينقطع من الأكل من المي، بده يخترع بطريقة إنه بده أي وسيلة بده يوصل للمي، بده ياكل، فبيكون عنده صبر، عنده روح التحدي. بني آدم تقدر تكسب منه خبرة، خلينا نقول البقاء. كيف يا مرحبا ترحيب تليل بنور، يا مرحبا ترحيب تليل بنور، يوم التقى بهالليل كل الحبايب، ينبت على كف الفرح ورد وزهور ما بين عم وخال واهله. أبو يوسف نشكرك على هالدعوة وما قصرت ولا بالبداية ولا بتاريخها. شو أهداف الجمعية؟ ونحكي شوي عن نشاطات الجمعية. أهداف الجمعية هي خلق علاقة بين الصياد والبيئة، توافق بين الصياد والبيئة، وخلق ما صياد منتمي لهذه البيئة، صياد بتعامل مع بيئة بطريقة أخلاقية، تعامل مع الطير مع الصيد مع السمك مع كل مناحي الحياة في البيئة، ما يترك يجي على منطقة موقع نشاط زي هيك ويترك شغلة وراه. زي ما بتيجي تلاقي المنطقة نظيفة بدك تتركها نظيفة، ما تسيء للبيئة بأي شكل من الأشكال. يا كان فالمشتاق فوق الهبايل، من ضرحتك حتى القمر صار مبهور، وضحى سواد الليل
القمر أو هي من الغيد والحور في وسطها تختار فيها. طابخين اليوم؟ اليوم منسف. منسف على باللبن بالمريس طبعا وبالسمن البلدي. أيوه. واللحم طبعا زي ما انت شايف اللحم البلدي. المنسف طبعا يعني من احد اسرار المنسف اللي هو اللحم البلدي. ايوه في ناس بيقول لك انا بطبخ اللحم المستورد او اللحم اللي بالضبط لا يمكن ان يزبط المنسف البلدي الا بالبلدي. ليش؟ لانه اللحم المستورد فيه شويه دهن زياده فبالتالي يفسد طعم المنسف. فتيتة ولا طبعاً في رز؟ خبز الشراك موجود وفتة وسمن بلدي ولبن بلدي وكله بلدي. الله يقويك يا رب. يلا هسا امبارح احنا كان عشان مقلقل. مقلقل هاي اول مرة اسمع بها المقلقل. طبعاً صاج ينعمل على دائري بشكل دائري قطع اللحمة ينحط عليها فلفل وملح فقط بس فقط لا فليفلة حلوة ولا فليفلة ولا فطر ولا مشروم ولا سوالف كله حكيها وكريمة نهائياً. اللحم يفسد كريمة على الجاج. اللحم يفسد أي شيء يدخل عليه ما عدا الملح والفلفل بس. اللحم يفسد اي شيء يدخل عليه يعني هسه سواء صاجيه سواء مقلقله اي شيء بس يدخل. ملح وفلفل اي شيء يدخل على اللحم. اذا بدك تاكل اللحم تتذوق لحمه بطعم طبيعي بدون اي محسنات. حتى بعض الناس قال لك قلل الملح لا تحط فلفل يعني كل طعم اللحمه الطبيعي خليك اسد يعني. الله يقويك. المنسف ود شوية وقت على النار وبلش الشباب يفرجونا مواهبهم. على الخير ماجور لك عادة دايم تفك الطلايه يا جعل سعيك يا طيب الناس مشكور يا ابو فهد حلال كل الصعايب فيك الوفا فيك الكرم ما بتكسور يا شيخ حظك طول الايام طايب في دربك الكادي مع الفل منثور جاك النفل مشتاق فوق الهبايه من فرحتك حتى القمر صار مبهور وضحى سواد الليل مفراق هشايب ود هات الليفه صورني قعدت لي خلص مشوارنا مع هالشباب المحترمين مثل ما التقينا على الحب على الود نلتقي في امان الله.